ما في عائلة عربية بتيجي بتبني أربع شقق وبتفنشهن زي ما بيقولوها بالعربي دفعة واحدة. أنا بعرفش عائلة من هالنوع. يعني حتى لو بدك يبنوا على دولهم أرض أربع شقق بيبنوهن على مراحل، تا يتجوز أول ولد يتجوز ثاني ولد، ما في حدا عنده قدرة يبني أربع بيوت. طبعا هذا شكل من أشكال اللي بحط لك 100,000 شيكل خذ، بس انت العربي بيقدرش ياخذ. معايير اللي تميز ضد العربي بنهاية المطاف انه حطوا 8 من 28 بيستفيدوا العرب، يعني اللي هي نسبة حوالي 25% بجوز، لا تقريبا بس من ناحية عملية اللي بيستفيدوا 1% من ناحية عملية، لأنه في عندكم مشروع إسكان صغير هنا في سخنين وبالناصر في مشروع إسكان صغير وخلص وانتهى الموضوع، بقية البلاد لا بتستفيد. وحتى بسخنين اللي بدي يبني محل ثاني ما بقدر، يعني وهي قضية كمان احنا بدنا نفوت عليها معركة. احنا بنحكي هذا الكلام الآن، احنا في نقطة اللي بنحكي عن هذا القضية ليس فقط أمام الحكومة الإسرائيلية، وإنما قيادة حركة الاحتجاج في إسرائيل اللي واقفين ليل نهار يحكوا عدالة اجتماعية. هذا الكلام له معنى ولا كلام بدون رصيد؟ كيف بنصرف؟ حتى الآن لم نرى إنه في دفاع عن حقوقنا، حتى الآن لم نرى إنه في محاولة لمنع حلول على حسابنا أو حلول تميز ضدنا أو تبني لمطالبنا. وأنا بفكر أنه صحيح أنه دعيته الأخ وكيم هون رئيس لجنة المهجرين، لأنه أول مطلب في قضية الإسكان هو عودة المهجرين. هذا اللي بيان اللي طلعوا التجمع كانت النقطة الأولى 15 نقطة، أول واحد عودة المهجرين، وهي قضية فعلا قضية إسكان، لأن كل من يعرف قضية المهجرين عن كثب بيعرف أنه في كل معظم القرى العربية في مهجرين عايشين في البلد مع أنه مش أرض فيش وين يبنوا. وهي الشغلة بنشوفها بالرامي، بنشوفها بالمغار، بنشوفها بأم الفحم، بنشوفها في طمرة، بنشوفها في كثير بلاد، بكابول. ناس إلهم أرض، أرضهم حدهم يعني. في البلاد اللي عايشين فيها ما فيش أرض أو ما عندهم مش بقدروش يشتروا يعني. وقسم من هاي البلاد مخنوقة، بقول لك أهل المهجرين بيقولوا إحنا يا عمي رجعونا لبلادنا، هناك في أرض بنقدر نبني وبنقدر نسوي. لو انه هاي الدولة دولة ديمقراطية فعلا هي لازم تيجي تمول مشاريع اسكان. لو دولة ديمقراطية فعلا بتآمن بحقوق الانسان بتعطي تعويضات لهاي الناس اللي تعذبت كل هاي السنين وهي مبعدة عن قراها. فاحنا مطلبنا الاول نحن نريد ان نسكن هناك، يعني ربع المجتمع العربي في البلاد اللي هم المهجرين بيقول لك احنا في حل لمشكلتنا، حل ان نعود لقرانا. المطلب الثاني والمهم جدا هو الاعتراف بالقرى غير المعترف بها. طب هذا مش معقول، الناس ما بتقدر تبني او بيبنوا بحطوا حجار وسقف زينكو لانه بيعرفوا انه ده تيجي نهدي البيت، فبيبنوا بيوت حاضره للهدم. يعني واحد ما بيستثمر بيعرف انه بيته ممكن ينهد، لهذا السبب بسخاش يستثمر فيه ويبني بيت اللي فيه يعني يدفع عليه مصاري كثير، غير انه اذا حط يعني كمان اذا حط يعني بلا منيح وسقف بطول قوي طوالي بيجوا بهدوه. اما مرات هيك زينكم بمشوا يعني بس بسكتوا شوي، فيعني هي زي لعبة البس والفار معهم. الاعتراف بالقرى غير معترف بها. الامر الثالث هو مركزي، وأنا برأيي ما فيش أي معنى لكل موضوع الاحتجاج بهاي الدولة، وما فيش أي معنى
لأي علاقة مع حركة الاحتجاج الإسرائيلي إذا لم يتبنوا أضعف الإيمان وهو وقف هدم البيوت. عندنا آلاف البيوت المعرضة للهدم. إحنا حتى ما بنطلبش من الدول يبنونا زي ما هم بيطلبوا. من كلهم تدولناش. هذا مطلبنا. إحنا بنسمع عن يعني كثير اللي بيدخل الأخبار واللي بنسمع عنه بالأخبار على بناء غير مرخص. في حالة إنهاك. في عائلات أفلست. كل سنة عشرات الآلاف من الشواكل، عشرات الآلاف يعني العيلة بتعيش مشان تدفع الغرامة. إشي مش معقول. فإحنا من خلال هاي الخيمات الاعتصام نؤكد على حقنا في المسكن، نؤكد على انه طبيعة معركتنا هي مزدوجة، هي اقتصادية اجتماعية من جهة بسبب الفقر، وهي قضية سياسية وايديولوجية بسبب سياسة التمييز والعداء للمواطن العربي الفلسطيني لانه عربي ولانه فلسطيني. نهاية المطاف في صار شوية بلبلة بين الناس، يا اخي بقول لك ليش بنروح شتل ابيب وليش كذا وليش كذا. اخوان انا بدي اوضح يعني هاي النقطة مهم جدا يعرفها الجميع. هاي مش معركة نقابية، هاي مش معركة اللي احنا بنروح فيها بنطالب بظروف تحسين ظروف المعلم اللي الكل بيستفيد وبربح نفس الشيء. هاي مش معركة اللي بنطالب فيها حتى مثلا بعض المطالب للسلطات المحلية. هاي تتعلق بقضية الأرض والمسكن اللي هي لب الصراع، واللي قاعدين بالظاهر وهم من التيار المركزي في السياسة الإسرائيلية. يعني ماشي الحثور بالصهيونية، حتى واحد يتبنى مطالب العرب العادل بده يتنازل عن صهيونيته. لا يمكن انه واحد يدعم حق المهجرين بالعودة وما زال صهيوني، او وقف هدم البيوت، او الاعتراف بكل القرى غير المعترف بها. فاحنا امام معضلة. انا بكون بكذب على حالي اذا انا بمشي مظاهرة بقول سيدك حفرتي، بكون بكذب على نفسي وبحكي عن قضية المسكن وبحكيش عن هدم البيوت. كيف يعني؟ باي حق؟ باي حق انا بدي اوقف واتظاهر وما اقولش عودة المهجرين؟ في عندي ربع المواطنين العرب الفلسطينيين بهاي البلاد عندهم مشكلة ولا حل. مشكلتهم انه ما عندهمش ارض، وحلها انه عندهم ارض اللي هي بقراهم ومدنهم وحقهم انه يرجعوا عليها. فهنا في معضلة. احنا بنهاية المطاف نرى انها مناسبة لطرح قضايانا لتجنيد الجمهور العربي للدفاع عن حقوقه، وهذا اللي قاعد بصير. اليوم مثلا في محاولة لمصادرة 700 دولم وخنق جلجولي، البلد عملت خيمة وفي تضامن وفي كذا. سخنين بتطالب بقسائم الأزواج الشابة وتوسيع منطقة النفوذ وكذا وكذا. كل بلد عربية عندها مطالبها غير المطالب العامة. أنا برأيي هذا شيء إيجابي، إحنا بنتأمل أنه يتراكم لحركة جماهيرية. نحن السلام عليكم يجب أن نكون حاضرين في هاي المعركة، صاحيين مفتحين عينينا منيح 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 حتى لا تكون هناك حلول عبر الاستيطان، حتى لا تكون هناك حلول على حسابنا من خلال زي مشروع حريش، حتى لا تكون حلول تميز ضدنا زي موضوع أسعار قسائم البناء للي خدموا في الجيش، حتى لا تكون حلول تتجاهلنا زي الهبات الحكومية اللي تعطى بظروف أو بمعايير وفق معايير اللي هي تتجاهل الظروف الخاصة للمجتمع العربي. معركتنا من أجل المسكن مرتبطة بارتباط وثيق بمعركتنا من أجل الأرض.
سؤال بنسأل طبعاً، إحنا مش في معزل عن الأحداث. نعم. قول عرابي. عرابي وسائر القرى في المنطقة، الناس نطلب حدا. في كوكب. السؤال اللي بنطرح اليوم، إحنا ليش بسخنين مش في تل أبيب؟ يعني قضية طبعاً إلها أبعادها وإلها أسبابها. مهم إنه هذا الموضوع يعني يتم التداول فيه، لأنه موضوع مطروح على الساحة. وحتى ما يكون في مجال انه القضية تكون خاضعة على المزايدات السياسية او الحزبية، منيح كل واحد يعني يدلي في دلو في هذا الموضوع. احنا بالنسبة لنا كمهجرين اكيد مثل ما ذكر دكتور جمال، يعني بدنا نروح على تل ابيب، ايش بدنا نحكي معهم؟ بدنا يحكون على العدالة الاجتماعية، واحنا مش مهشمين. احنا المهجرين أكثر ناس انظلمنا. لما نحكي على مهجرين بنقصد لاجئي الداخل، أكثر ناس إلهن علاقة في الموضوع المطروح ولكن من زاوية تختلف تماما. نحكي على عدالة اجتماعية، تعال نوسع اليوم في كل أنحاء العالم مظاهر الاحتجاج تتعدى حتى المطلب الأول، بيبدأ يتوسع لكل فئات الشعب. إذا بدنا نحكي حتى بهذا المستوى لكل الموجودين هون، لدرجة انه ممكن تطرح انت كل ما يعاني منه الموجودين في هاي البلاد، واحنا جزء. بدكم تعتبرونا غرباء، بدكم تعتبرونا مستوطنين، احنا سكان البلاد الاصليين واكيد لنا مطالب. احنا بنشوف الامور من زاوية ثانية، اللي بدي يحكي على عدالة اجتماعية يحكي على عدالة تاريخية. احنا اصل البلاد واحنا سكان البلاد الاصليين، ما يجينا من المريخ، بالعكس احنا من هون، من هذا الوطن. ومثل ما ذكر الدكتور جمال، صحيح في سياسة عنصرية، أنا بدي أقول أكثر من هيك، صحيح في أسوأ من الشباك وأسوأ من لجان التنظيم وغيره، بس اللي وراء كل هاي الهيئات والمؤسسة الإسرائيلية الصهيونية هو الفكر العنصري، الفكر اللي رافض شعب آخر واللي إجا تيحل محل شعب آخر. طبعا تيترجم فلسفة الحركة الصهيونية، لأنه إحنا طبعا زي ما كانوا يقولوا ما في مجال لشعبين في هاي البلاد. إذا بدي يكون في نقاش مع حركة الاحتجاج، بدي يكون في نقاش حول كل القضايا الأساسية اللي موجودة واللي منعاني منها إحنا، حتى بالفعل يكون في مجال للحديث، لمجرد الحوار مع إشي اسمه حركة احتجاج. أنا شخصيا بقول ممنوع نرفض أي شيء. نذكر قلنا إنه الإنسان الصهيوني لا يمكن يكون إنسان مؤيد لحق المهجرين في العودة وصهيوني. أنا بدي أقولها بالعكس، في اللحظة اللي اقتنع هذا الإنسان في حق عودة المهجرين، إن كانوا مهجر في الداخل ولا لاجئ في خارج الوطن، عمليا وباعتقادي وفي تجربتنا إحنا كمهجرين نزعنا الصفة الصهيونية عنه. أنا بدي أرجع على هاي التجربة اللي إحنا خضناها كجمعية مهجرين. بس بالبداية بدنا نأكد ليش بنحكي على عدالة تاريخية. قضية اللاجئين والمهجرين كيف نشأت؟ مش نتيجة الفكر الصهيوني العنصري اللي بيرفض وجود الفلسطينيين في البلاد باعتبار انه في شعب اخر بلا ارض، اللي يحق له يقوم على ارض، يقيم دولته على ارض بلا شعب. حتى بعد 2000 سنة واعتمادا على الاسطورة الدينية، اليوم بعد 2000 سنة والمطلوب منا احنا بعد 62 او 63 سنة ننسى حقنا انه احنا السكان الاصليين، هذا مرفوض. هاي بالبداية انه نبدأ نذكر في القضية الاساسية، مش بس قضية عدالة اجتماعية، في قضية العدالة التاريخية. بدكم نحكي على حوار حقيقي، في مجال نحكي على حوار حقيقي، تفضلوا كونوا جديين وامغطوها للآخر. تفضلوا تعالوا احكي عن الأزمة الحقيقية، أزمة اليهود الصهيوني انه يكون اكبر جيتو في العالم لليوم هي نتيجة الفكر الصهيوني. هذا اللي أدى إنه بالفعل ينفذوا أكثر من 90 مجزرة بحق الشعب الفلسطيني، حسب ما بقوله هن المؤرخين العسكريين، بروفيسور إسحاقي بمقاس دير ياسين، 90 مجزرة بيحكوا على مجتمع ديمقراطي ومجتمع متنوع. طردوا أكثر من 72% من الشعب الفلسطيني، اللاجئين والمهجرين اليوم بشكلوا حوالي 72% من الشعب الفلسطيني. كيف ممكن تفكروا تعملوا سلام حتى في مقاساتكم انتو وحتى في اعتباراتكم انتو مع الشعب الفلسطيني، مع قيادة اللي بنتيجة موازين القوى بتمارسوا كل الوسائل الضغط عليها،
وبتعملوا على نفس لائحة السلام اللي عملتوه مع النظام الأردني والنظام المصري، انتو ما بدكوا سلام، السلام بينعمل مع الشعوب، وتفضلوا احنا الشعب الفلسطيني، احنا اللاجئين والمهجرين والسكان البلاد اللي في القرى الآمنة اليوم واللي هي بتعاني من سياسة الاضطهاد القومي والتمييز العنصري، كله تتم بنتيجة هاي العقلية الصهيونية المتعفن اللي ما زالت تحكم المؤسسة الإسرائيلية. قبل كانت عصابات قبل 48، بعدين اتطورت صارت دولة. طبعا دولة لا تمارس أسلوب العصابات، لكن عملية إقصائنا ومحاولة تهميش دورنا بنهاية الأمر تهدف لشيء واحد، وإحنا باعتقادنا إنه اليوم طرد الشعب الفلسطيني اللي كان بال48 قبلها وبعدها استمر حتى بعد ال48 بوسائل مختلفة، وعملية تغييب وجود الشعب الفلسطيني عن أرضه مازال مستمر بوسائل أخرى. قضية ما نطرحه تحت شعار المسكن، الأرض والمسكن، هو تتمي وسائل أخرى بتقوم فيها إسرائيل اليوم أو المؤسسة الإسرائيلية بكل أجهزتها من أجل الاستمرار في المخطط الصهيوني بوسائل أخرى، مش قضية تضييق. أنا باعتقادي حتى النكبة الفلسطينية ما انتهت. إذا إحنا بدنا نعرف النكبة الفلسطينية شو هي، تهجير الإنسان الفلسطيني ومصادرة أرضه. قاموا بتهجير 72% من وطنهم اللي موجودين في الشتات، وقاموا أيضا في مصادرة أرضنا. إحنا نعتبر المهجرين اليوم هون حتى في الداخل وإحنا في الوطن نعتبر بنظر القانون الإسرائيلي، صحيح نعتبر بالجنسية نعتبر إسرائيليين، ولكن لعلاقتنا إحنا مع أرضنا نعتبر غائبين. أكيد سمعتوا في قانون الحاضر غائب، إحنا حاضرين موجودين، ولكن في كل ما يتعلق في حقنا في ممارسة حق الملكية في أرضنا نعتبر غائبين. المهجرين لا يملكون ولا متر مربع واحد. تم مصادرة أراضينا ضمن عشرات القوانين، بين 30-40 قانون ذات صلة في هذا الموضوع، على رأسها قانون أملاك الغائبين اللي بيعتبرنا كلنا إحنا غائبين. وين في قانون في العالم كله، في أي دولة في العالم بعدها بتتعامل مع مواطنيها بين 10 قواس من اليمين والشمال بهذا التعامل؟ تغييب، أنت مواطن لحاجة معينة ولكن لحاجة أخرى أنت غائب. هاي هي الأرض اللي إحنا بنحكي عنها، الأرض اللي عم بيقيموا واللي أقاموا عليها الكيبوتسات والمشافات واللي عملوا قانون الخصخصة، غنائم حرب بيوزعوها عليهم وإحنا وكأنه غير موجودين. وأنا مطالب اليوم أشارك في خيم أو خيمة الاحتجاج تحت شعار قضية أسعار الشقق وغيره وغيره. ليش أصلاً إحنا مسموح لنا نعمر اليوم؟ مسموح لنا نبني؟ طبعاً أنا بحكي بالمفهوم العام في عملية تضييق، في عملية تمييز بشكل واضح، ولكن يجب إنه نشوف هاي الأمور ضمن التسلسل السياسة الصهيونية اللي ما زالت مستمرة في التضييق، لأنه باعتقادي إنه المسلسل مستمر، فصول النكبة مستمرة. وأنا اللي بدي أصله لشغلة واحدة، قضيتنا مش قضية حياتية يومية معيشية، قضية أرض بالمفهوم المادي البسيط، يعني إنه بدنا نفلح الأرض أو إنه بدنا نعمر على أرضنا. مش بس هي هيك كمان، بس مش بس هي قضية وجودية، وإن بيهدفوا بالفعل للمس والتشكيك في وجودنا باعتبار إنه إحنا عم نفشل المخطط الصهيوني. الحركة الصهيونية مش راح تنجز ومش راح تحتفل في نجاح المشروع تبعها إلا بعد طرد آخر عربي من فلسطين. هذا هو المشروع الصهيوني، على هذا الأساس هي مستمرة في هذا المشروع. كل مشاريع الترانسفير من بداية الثلاثينات ولليوم، بطل كهانة يطرح فكرة الترانسفير لحاله، كان تقريبا ينذكر وكأنه ظاهرة شاذة في المجتمع الإسرائيلي. اليوم أفكار الترانسفير، يعني التهجير القسري، موجودة بشكل يعني رسمي، وعلى المستوى الشعبي وعلى المستوى الأكاديميين الإسرائيليين على كل المستويات، وصار في تشابك على المستوى الرسمي والشعبي حتى أصبحت سياسة الترانسفير اليوم سياسة مقبولة موجودة في جوارير المؤسسة الحاكمة.